مساء الخير. الأمن والاقتصاد بين هذين العاملين تتأرجح أولويات الناخب التركي، وحولهما حلقة خطابات انتخابية ووعود وتعهدات ومشاريع ومخططات في دولة ليست بمنأى عن تبعات الأزمة الدولية، لا بل إن الحسابات الداخلية متشابكة مع ملفات الخارج. فكيف تؤثر البيئة غير المسبوقة على الرأي العام التركي، وكيف تبنى عليها الأحزاب والتحالفات؟ أهلا بكم إلى حلقة نقاش جديدة نقدمها من مدينة إسطنبول ضمن تغطيتنا تركيا بوسفور الانتخابات. نرحب بضيفنا في هذه الحلقة رئيس حزب العمل أرجومنت أكدناز. مساء الخير أستاذ أرجومنت، وأهلا بكم على شاشة الميادين في تغطيتنا التي بدأناها ضمن عنوان تركيا بوسفور الانتخابات. خوش بولدك سيزلالو المك شوك بزيال شوك مطلوب. يسعد لنا التواجد بينكم أيضا كقناة. نحن نحب لبنان وبيروت. أتمنى كل الخير لكم. أنتم حزب العمل، وهو حزب يخوض الانتخابات البرلمانية ضمن تحالف الحرية والعمل الذي يجمع 6 أحزاب رئيسية من ضمنهم حزب الشعوب الديمقراطي. أكثر عرفنا على هذا التحالف أستاذ أرجومنت، وما هي التوقعات بالنسبة لكم؟ نحن في تركيا طبعا الانتخابات التي تجرى في 14 من هذا الشهر مايو أيار يحظى بمهمة مكانة تاريخية. فسابقا تركيا كانت تخضع لإدارة برلمانية طبعا لنظام برلماني، ولكن تم تغيير النظام إلى نظام رئاسي في الآونة الأخيرة. فسابقا كان هناك برلمان ينوب عن الشعب، حاليا هناك قصر شبيه بنظام الملكي الآن في تركيا اليوم. فلذلك من هذه الناحية نحن نريد أن نحقق الديمقراطية من جديد وتأمينها من جديد للدفاع عن حقوق العاملين والكادحين، ونحن نواصل استعداداتنا بكل كثافة. هل يمكن أن نتعرف أكثر على برنامجكم الانتخابي؟ أبرز الأولويات، قرأنا بيان التأسيس لتحالفكم، وأكثر لنعرف الناخب التركي والمشاهد العربي عليكم. طبعا في تركيا اليوم هناك 3 تحالفات. أحد طبعا التحالف الجمهور برئاسة أردوغان، وهؤلاء يدافعون عن النظام الرئاسي ويمارسون الضغوط بمعنى. وهناك أيضا تحالف الشعب العلماني وديمقراطي وشعبي، وأيضا نحن طبعا بريادة كليتشتاروغلو تحالف الشعب. نحن اتفاق حلفنا تحالفنا اسمه تحالف الحرية والعمل. هناك يساريون اشتراكيون في وعلمانيون طبعا في ونقابات ومندوبون عن نقابات. ونحن طبعا مسارنا مختلف ومميز، يختلف عن أي نظام يخضع لإشراف الرجل الواحد. فأيضا بنفس الوقت نحن نسعى بالنسبة لي تحالف الشعب، يعني يسعى لإعادة النظام البرلماني. نحن يعني نطلق عليه اسم تحالف ترميمي، قائم على الترميم بمعنى. نحن نريد حلا جذريا يعني يطيح للشعب أن يسيطر على السلطة، يعني إدارة شعبية، إدارة الشعب بكل معنى الكلمة بأكمله بدون تمييز. فهذا ما نريده نحن، تحقيق جمهورية ديمقراطية تخضع لإشراف الشعب، تخضع لإشراف العاملين، تخضع لإشراف الكادحين. لذلك طبعا ونقول أن البرلمان لا يكفي البرلمان، فالشعب يجب أن يشارك بكل مراحله وبكل صفاته ليختار مندوبيه وممثليه تحت سقف البرلمان، وسيادة شعبية بكل معنى الكلمة. هذا ما ندعو به. وأيضا نحن نؤكد أن تركيا بحاجة إلى دستور ديمقراطي. فحاليا الدستور النافذ حاليا هو دستور الانقلاب العسكري الذي أطاح به رئيس الأركان في عام 1980. تصوروا، يعني دستور عسكري صح التعبير، دستور اللجنة العسكرية
التي أطاحت. فإذا نحن نريد أن الدستور يجب أن يصاغ من قبل الشعب، هذا النظام الذي نريده نحن طبعا. هذا طبعا نحن بالنسبة لبرنامجنا برنامج الانتخابي نؤكد على استقلال تركيا. نحن لا نوالي لا لأمريكا ولا للروس بمعنى. فنحن هنا هذا مفهومنا السياسي، نحن ضد أي سياسة قائمة على الحروب والمعارك. نحن أيضا لدينا يعني نهج علماني بكل معنى الكلمة، وأيضا نؤكد على الديمقراطية ونؤكد على ضرورة تطوير الديمقراطية. هنا لا تتقاطعون مع مرشح المعارضة الرئاسي كمال كليتشدار أوغلو بموقف متقدم له اليوم، يقول سنعطي الأولوية للغرب لا للكرملين. يعني هذا موقف متناقض بالنسبة لكم، أنتم تريدون أن تكونوا يمكن دولة حيادية أو وسطية بالتعاطي إن كان مع حلف الناتو والأطلسي وإن كان مع الشرق والصين، روسيا والصين كذلك. أصلا بأورطا يول تشيزجيميز يعني نحن لسنا وسطاء أبدا، ولسنا نحن لدينا خط مسار مستقل. هناك نقاط خلاف بيننا وبين تحالف الشعب، يعني مثلا بخصوص سوريا هناك عمليات عسكرية نفذت ضد سوريا في سوريا مثلا، تركيا كقوة في الناتو مثلا تمتد الأعمال النشاطات من ليبيا وحتى أفغانستان كقوة عسكرية ضمن حلف الناتو، وهذا طبعا بموافقة البرلمان التركي. كليتشدار أوغلو مثلا حزب الشعب الجمهوري وافق على ذلك، وافق على تطلع العمل المشترك، وقف إلى جانب أردوغان وحزبه مثلا، فقالوا نعم نحن نتفق، نحن لا نتفق مع ذلك، نحن نقف ضد هذه الفكرة، نحن نريد السلام. يعني المذكرة التي تأتي إلى البرلمان يجب أن تكون قائمة على السلام وليس لخوض الحروب ضد الآخرين. إذن بموضوع الاقتصاد نختلف. لأنك بدأت بالسياسة الخارجية وأنا سأغوص بالتفصيل معك بهذه النقطة وهذه الجزئية أستاذ أرجمنت، ولكن فيما يتعلق بالعلاقة مع سوريا ما هي الرؤية بالنسبة لكم؟ لأنه لديكم ثقل انتخابي وأنتم بمناطق تنتشرون يعني على تماس مباشر يمكن القول مع سوريا مع العراق مع إيران. بالنسبة لسوريا كيف تنظرون إلى هذه العلاقة وفي أزمة أساسية وفي عنصر أساسي هو اللاجئين السوريين، وهي كلمة السر في البرامج الانتخابية لكل أحزاب تركيا اليوم في هذه الحملات؟ شكرا لكم على هذا السؤال الوجيه فعلا. يعني وانا ايضا انا اتي من جذور عالميه وانا صحفيا ايضا وعملنا في هذا المجال اكثر من مره، ولدي اربع مؤلفات اربع كتب الفتها في هذا المجال انا. فاذا بالنسبه للتحالفات مثلا تحالف الجمهور برئاسه اردوغان يقولون مثلا حاليا ان هؤلاء نحن مسلمون وهم اسلام، نحن امه واحده ونحن اخوه بين السوريين والاتراك بمعنى بالنازحين واللاجئين. هذا موقف يختلف عن موقفنا. هناك شيء معتمد عالميا منذ 1900 باتفاقيه جنيف 1951، اللاجئ له صفاته، و تركيا وضعت شرحا معينا كاعتراض على هذه الماده على هذه المعاهده عام 1960 و61 و63. فاذا هذا الشيء يخالف الميثاق الامم لحقوق الانسان. فاذا هنا نختلف معهم. كليتشدار اوغلو وحلفه وتحالفه مثلا وكل الاحزاب المنضويه تحت لواء تحالف الشعب هم مثلا يقولون سنرسلهم خلال سنتين، يعني القصدون السوري. هذا غير واقعي وغير حقيقي، وانتم تعرفون لبنان الدولة التي مرت من حروب أهلية على مدى سنوات وسنوات، يعني نحن نعرف ما معنى ذلك. فعودة هؤلاء إلى بلادي ربما يتطلب الأمر 10 سنوات أو 20 سنة، يعني عقدين من الزمن. هناك بنية يعني لابد من استتباب الأمن وحماية أمنهم وحياتهم. في سوريا اليوم الظروف هذه الظروف لم تتوفر حتى اليوم. يعني مثلا كليتشدار أوغلو والزعماء الآخرين في حلفه مثلا وفي تحالفه يقولون سنرسلهم
بمعنى سنعيدهم. لا، نحن نقول بشكل واقعي اكثر. نحن نقول هناك اتفاقيه اعاده القبول وقعت عليه بين تركيا والاتحاد الاوروبي. اي نازح، اي لاجئ من سوريا او اي بلد اخر، فيمكن لتركيا ان تعيد هذا اي نازح او اي لاجئ الى بلاده. فهذا الشيء طبعا يعني اصبح ضحايا، يعني لا يمكن للاجئ ان يذهب الى اوروبا ولا الى بلاده، ولا يمكن العوده الى بلاده. فنحن نقول سنلغي اتفاقيه اعاده القبول، بمعنى والسوريون هنا ليسوا كسلع او بضائع لمزاوله التجاره ابدا. لا، نحن نقول يعني لا نقول فقط، لا نركز على إعادتهم وترحيلهم وإرسالهم، لا، نحن نقول الأبواب يجب أن تفتح الأبواب. إذا أراد النازح السوري في تركيا أن يذهب إلى بلد ثالث، هل يمكن إعادة اللاجئين أو من يريد أن يعود إلى بلده في سوريا دون استعادة العلاقة الطبيعية؟ أتحدث بالبعد السياسي الدبلوماسي الذي انقطع ما بين تركيا ودمشق منذ بداية الأزمة وعام 2011، وانخراط تركيا بدور كبير بدعم مجموعات معينة مسلحة، سيما نتحدث بالشمال السوري وفي حلب. سيد أرجمنت، نعم، تطرقت إلى موضوع مهم هنا. هؤلاء نحن سنفتح الأبواب كي يتساند لهم الذهاب إلى أوروبا أيضا. إذا هؤلاء إلى أوروبا، أوروبا هذه هذا وجه من الوجه. طبعا سنفتح الابواب، لكن هؤلاء اكثر السوريين في تركيا يقولون، وخاصه المسلمين كبار السن، يقولون انا اريد العوده الى قريتي، الى ضيعتي، الى ارضي. يعني ويقول انا يعني بالنسبه للاطفال، هناك كثير من الاطفال ولدوا في تركيا لم يروا لا دمشق ولا حلب ولا ديارهم. اذا لابد من خلق تشكيل ارضيه متينه سليمه. يعني طبعا من حقهم ان يعيشوا بحريه كاحرار في ديارهم، هم بديارهم. نحن نقول طالما بقي هذه السلطه على في سده الحكم لا يمكن لهؤلاء أن يعودوا إلى بلادهم. فأمريكا وروسيا وإيران مثلا وتركيا يجب أن تسحب كل قواتها العسكرية من تلك المنطقة، من سوريا. ولابد من تحقيق جو، تأمين جو ديمقراطي آمن في سوريا، مع ضمان حياة اللاجئين الراغبين في العودة. يعني هناك جهاديون مثلا ملطخ أيديهم بالدماء مثلا، اذا كان هناك اي شيء، اي شخص يعني يعاقب اذا كان هناك مجرم او ارتكب مرتكبين جرائم. ولا بد من تامين الارضيه اللازمه والبنيه التحتيه اللازمه كالماوى وتوفير فرص عمل. لا بد من انتهاج سياسه السلام وتسحب القوات العسكريه لا غير. والا بين حين واخر، هذا هو الشرط الاساسي الذي يطلبه السوري ايضا، يعني الانسحاب العسكري التركي من الاراضي السورية لعودة العلاقات إلى طبيعتها بين تركيا وسوريا. سأعود إلى الداخل أستاذ أرجمنت، اسمح لي ببرنامجكم الانتخابي الذي يمكن أشرت إلى أولويات كثيرة. ماذا تعني لكم هذه الانتخابات وأنتم تجولون يعني من منطقة إلى منطقة كما قلت لي قبل أن نبدأ الحلقة والنقاش؟ ما هي توقعاتكم على كم مقعد ستحصلون؟ يقال أن هذا التحالف الثالث لديه إمكانية بالحصول على 12% من مقاعد البرلمان. نعم، انتم تتابعون الموضوع بحذافيرها ما شاء الله عليكم. اذا فعلا نحن البيانات المعطيات الوارده الينا يعني تفيد بان كليتشدار اوغلو يتصدر في منصب الرئاسه. نعم، في الجولة الأولى الموضوع سينتهي، سيتم الحسم في الجولة الأولى، وإلا في الجولة الثانية سيكون الفرق أكبر، يعني الفارق سيكون أكبر فأكبر. لكن نحن طبعا لا نشعر. أنتم توقعاتكم في حزب العمل وتحالف الحرية والعمل بأنه المرشح كمال كليتشدار أوغلو سيفوز من الدور الأول؟ مثل استطلاعات الرأي هذا؟ لدينا طبعا في الانتخابات هناك ورقتين، ورقة للرئاسة وورقة أخرى سنضع الختم عليها. بالنسبة لي
البرلمان بالانتخاب الرئاسي طبعا سنختار سيد كليشتار أولو، لكن في الانتخابات البرلمانية سنختار حزبنا طبعا. يعني نحن نؤكد هذه لعبة استراتيجية أو موقف استراتيجي، نحن نريد أن ينتهي هذا النظام القائم على الرجل الواحد. نعم. بالنسبة للانتخابات البرلمانية يعني نختلف عنهم طبعا، هدفنا هنا هدفنا أن يكون أن نكون لدينا كتلة برلمانية يعني بين 80 أو 100 نائب في البرلمان ككتلة برلمانية كتحالف الحرية والعمل. طبعا نتوقع بالنسبة للبرلمان يعني في أن تكون يعني التحالف الشعب والتحالف الجمهور عدد نوابهم متساوية متشابهة، يعني الأغلبية لن تكون في يد أحد التحالفين بمعنى في البرلمان، فلذلك نحن سنلعب دور المفتاح. حبان يعني في تحالف الحرية والعمل، ولفتني ما قلته قبل قليل، أنتم تدعمون الرئيس كمال كليتشدار أوغلو، ستصوتون له، يعني قاعدتكم الانتخابية ستصوت للرئيس كمال للمرشح كمال كليتشدار أوغلو، ولماذا لم تقدموا مرشحا يمثلكم رئاسيا؟ Tabii. Şimdi şöyle eğer yani daha önce yaşadığımız bir seçim tecrübesi var. Onaka tecrübe kadanaha marrana biha min zaman min min qabl fi sab'a sab min haziran fad sultan taman kuruma görevi muhalefetteydi. Kanat el başarılamadı ve sonra teşkil el hukuma biyad el muarada ve ba'da iddet eşhur أعيدت الانتخابات وطبعا تركيا مرت بمرحلة مراحل دامية بين هذين الانتخابين، يعني حوالي 600 شخص فقدوا حياتهم، يعني ومن 16 حزبيا من أعضاء حزبنا توفوا طبعا فقدوا حياتهم في صراعات دامية دموية. نحن لا نريد أن تعود تركيا تلك الأيام. نحن إذا كان بالإمكان أن تنتهي يتم الحصن في الجولة الأولى. في نوع من الخطابات التي تتحول ليس فقط تراشق اتهامات، في ارتفاع بحدة الخطابات الكلامية، هل تتخوفون يعني بعض المراقبين للشأن التركي بأن يؤثر ذلك على الوضع الأمني، يعني الأمن القومي التركي؟ هل يمكن الحديث يعني ولا سمح الله عن أي ممارسات قد تؤدي إلى فوضى لعرقلة هذا المسار الديمقراطي في تركيا؟ تركيا اليوم تركيا لديها تقاليد نضالية ديمقراط من أجل الديمقراطية، يعني هناك تقاليد الطبقة العاملة للإضراب وفي العمل النقابي، الطلاب لديهم تقاليد ديمقراطية في شن المظاهرات، المرأة التركية أصبحت تدخل في شتى المجالات لرفع الصوت مثلا، هذه كلها ضمانات فعلا، ضمانات وتأمين، هذه كي لا تنجرف تركيا إلى الانجراف والبلبلة والغوغاء بمثلا. إذا فهذا الفرق، هذا الفارق بيننا وبين التحالف الشعب. تحالف الشعب يقول أن هناك أعمال تحريضية من قبل تحالف الجمهور وما شابه إلى ذلك، ولكن دعونا ننتظر الصندوق، صناديق الاقتراع و لا، نحن نقول العكس، نحن نقول القوى الديمقراطية يجب أن تنزل الشارع، أن تخرج للشارع وأن ترفع صوتها. وكلما سكتنا كلما صمتنا الارتداد سيكون بالعكس تماما. فنحن في الانتخابات المحلية الأخيرة مثلا يعني في 31 آذار فعلا الانتخابات المحلية يعني أصبح حزب العدالة والتنمية فقدت أصيبت من نزيف إن صح التعبير يعني، لكن الشعب فرض وزنه وفرض موقفه الديمقراطي، هذا ما نريده نحن، يعني لا داعي للتخريع والإخافة الناس، بمعنى هدفنا أن نبرز إرادتنا الديمقراطية بطبيعة الحال لتركيا، للمسار الديمقراطي وللشعب التركي بطبيعة الحال. سيد أرجمند، ولأنك أشرت إلى الانتخابات عام 2019 وهي أول انتخابات أو أول استحقاق أجري وفق النظام الرئاسي، اسمح لنا أن نذهب إلى هذا التقرير الذي يضيء عن نتائج هذه الانتخابات ونعود لنستكمل النقاش معك. إذا عاد النظام الانتخابي الجديد ليفرض فكرة التحالفات السياسية مرة أخرى بعد نجاحها في انتخابات عام 2018،
2011، فما أبرز هذه التحالفات وكيف تتوزع الأحزاب والقوى داخلها؟ انتخابات مصيرية، على ذلك تجمع معظم القوى السياسية في تركيا، لذا تندفع للاندماج في تحالفات تخوض من خلالها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة بهدف تحقيق أعلى نسبة ممكنة من الأصوات. تحالفات عديدة تشكلت، لكن الاهتمام تركز على تحالفين رئيسيين تدور بينهما منافسة شديدة على مقاعد البرلمان وكرسي الرئاسة، الأول تحالف الجمهور والثاني تحالف الشعب المعارض. يتألف تحالف الجمهور ومرشحه للرئاسة هو الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان من 6 أحزاب، هي حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية، وحزب الوحدة الكبرى، وحزب هدابار الكردي، إضافة إلى حزب الرفاه من جديد بزعامة فاتح أربكان وريث أبي الإسلام السياسي في تركيا نجم الدين أربكان، وأخيرا انضم حزب اليسار الديمقراطي إلى هذا التحالف. في المقابل يبرز تحالف الشعب المعارض الذي يضم الأحزاب السياسية المعارضة التي شكلت ما سمي الطاولة السداسية، ومرشحه للرئاسة هو رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليدشتار أوغلو، ويضم إلى جانبه أحزاب الجيد والسعادة والمستقبل، إضافة إلى حزب ديفا والحزب الديمقراطي. ثالثا يأتي تحالف العمل والحرية، ويضم إلى جانب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عددا من الأحزاب الأخرى، أبرزها حزب اليسار الأخضر الذي يرشح حزب الشعوب عددا من نوابه في قوائمه، وذلك بسبب الدعوى القضائية المرفوعة ضده بتهم تتعلق بالإرهاب. أما في الانتخابات الرئاسية فيعد الحزب شريكا غير معلن لكليدشتار أوغلو. تحالف آتا والأجداد يضم عددا من الأحزاب اليمينية ويقودها حزب النصر، ومرشحه الرئاسي هو سينان أوغان العضو السابق في حزب الحركة القومية الذي يخوض الانتخابات الحالية كمستقل. وأخيرا يأتي تحالف اتحاد القوى الاشتراكية الذي يضم أحزابا يصنفها اسمه، وهناك أيضا حزب البلد الذي يخوض الانتخابات منفردا، ومرشحه للرئاسة هو رئيس الحزب محرم إنجا. سيد أرجومانت، إذن البعض يقول بأنكم تميلون أكثر بتحالفكم إلى دعم المرشح كمال كليتشدار أوغلو، وسمعنا عدة مواقف لقيادات أحزاب منضوية ضمن هذا التحالف تعلن دعمها للمرشح المعارض كمال كليتشدار أوغلو. هل جرت اتفاقات فيما بينكم معهم، مع حزب الشعب الجمهوري مثلا تحديدا، أو مع تحالف الأمة أو تحالف الشعب، وعلى ماذا تم الاتفاق؟ Şimdi bizim Türkiye'de ittifaklar tarihi tahalufat fi Türkiye nahnu ladayna khibra ka hizb al amal khibra ta'ud li 20 sana hada li awwal marra lakin bi mawdu' al tahalufat fa indama intaqalni ila al nizam al ri'asi 2017 fa al aghlabiyya al mutlaqa taban daruriyya kanat yani 50 zaid 1 fa haliyan ittar al amr farad al amr waznahu li lujoo ila tahalufat li التحالفات كي يتسنى للتحالفات أن يصل إلى 50+1 بمعنى يعني الأغلبية المطلقة. فلذلك أنا أريد أن أكرر هنا، هدفنا نحن أن لا يكون يعني بالنسبة للتحالفات، نحن لسنا وسطاء بين التحالف الشعب والتحالف الجمهور، نحن نقف ضد التحالف الجمهور ونبحث عن طريق للوقوف إلى جانب تحالف الشعب في البرلمان. إذا يعني نرفع اليد ونوافق للقرارات الصواب ونقف ضد القرارات الخاطئة. مثلا على سبيل المثال في البرلمان هناك مثلا يعني هذه الحكومة فرضت الحظر على بعض أعمال الاضراب مثلا أكثر من 20 مرة بحجة أو بزريعة الأمن القومي من الوطن بمعنى.
معنا. وأنا كعامل مثلا من حزب العمال من حزب العمل فهم طبعا وعلي باباجان هو وأحمد داوودوغلو هما الذين وقعا على قرار فرض الحظر على الأضراب. هم انشقوا عن حزب العدالة والتنمية وأصبحوا إلى جواق يقفون إلى جانب كليشتار أوغلو. إذن هذا الفرق بيننا وبينهم. يمنع قواعدكم الانتخابية إلى أن تصوت إلى كمال كليشتار أوغلو سيما بالتحالفات المتناقضة يعني إيديولوجيا وسياسيا هي بعيدة عنكم. بالنسبة للرئاسة يعني الرئاسة أنا بالنسبة لمنصب الرئاسة يعني نحن يعني لدينا أمل وحيد فقط نعول على النظام الرئاسي أو المنصب الرئاسة والصلاحيات أن يزيل أن نتخلص من النظام الرئاسي أن نتخلص من منصب الرئيس. نريد أن العودة إلى النظام الماضي رئيس جمهورية. أقيمت على أساس النظام الرئاسي. أنا سؤالي صريح ولم تجبني ولا مرة عليها سيد أرجمان، لمن ستصوتون في الدور الأول وفي الدور الثاني إذا ما ترشح أردوغان ويعني إذا ما وصل الرئيس أردوغان والمرشح كمال كليتشدار أوغلو؟ بالنسبة للانتخابات البرلمان لتحالفنا وللرأي المنصب الرئاسة لكليتشدار أوغلو في الجولة الأولى، في الجولة الثانية أيضا لكليتشدار أوغلو. واضحة يعني لكمال كليتشدار أوغلو. لأن كليتشدار أوغلو حيث الوعود هو تقدم بوعد أنه سيعود سيطبق النظام البرلماني. ولكن في غمز دائما من قبل أميرال أكشنار وهي رئيسة حزب الحزب الجيد لتحالفكم مع مرشح تحالف نتحدث الحزب الجمهوري وتحالف يعني الطاولة السداسية تحالف الشعب. كيف توفقون يعني بين هذين التناقضين حزب الجيد بتاريخه القومي أو التيار القومي الذي يمثله واليساري والمختلف والبعيد عنكم كذلك إيديولوجيا وسياسيا وبين مرشح كمال كليتشدار أوغلو يعني بشكل أو بآخر الذي ينضوي ضمن هذا التحالف ويدعمه ثاني أكبر أحزاب المعارضة حزب الجيد؟ لا هذا ليس التناقض. إذا اعتبرناه تناقض هذا التناقض يعود للحزب الجيد. يعني إذا عدنا إلى القرن العشرين بالحرب العالمية الثانية مثلا في آنذاك في أوروبا كانت الفاشية بألمانيا وإيطاليا احتلوا كثير من الأراضي تشكلت جبهات وطنية للدفاع عن الوطن وبالنهاية انعكست هذه الحركات إلى البرلمان. ونرى أن التحالفات التي اعتدت على بعضها البعض وقفوا إلى جانب تشكلت تحالفات بين الاشتراكيين وبين الآخرين مثلا. يعني إذا كان هناك نظام ملكي قائم على القصر مثلا على الرجل الواحد يمكنك أن تلجأ إلى التحالفات لإجراء شيء معين لإنجاز شيء معين. يعني فالتحالفات ربما تتحالف فيما بينها أيضا لغرض معين. هذا من طبيعة الحياة. وأيضا قبل قليل سيد أرجمان لفتني بما يتعلق بالسياسة الخارجية لا تريدون أي وصاية لا غربية ولا حتى يمكن بعلاقة مع روسيا أو بالشرق. كمال كليتشدار أوغلو علنا الغرب يدعم المعارضة التركية بشكل كبير وهو قال أنه أنا سأقيم أفضل العلاقات مع الأطلسي والناتو. كيف الآن تدعمون هذا المرشح الذي يعني بشكل أو بآخر في وصاية غربية وتدعمه بشكل واضح؟ طب يعني شيلة بدون لا شك يعني هناك يعني يمكننا القول نحن نقف ضد الناتو. لا نريد أن أي قوة إمبريالية أو أمريكا لا يريد أن يضع اليد أن يمد يده تجاه بلادنا. نحن نواصل نخوض نضال ونخرج للشوارع مظاهرات ضد الإمبريالية ونواصل نشاطاتنا مثلا. والحكومات التركية بنت علاقات مع الإمبرياليين حتى اليوم.
وبالنسبة لمثال كليشتار أوغلو بخصوص توسيع نطاق الناتو وقرار إذا اتخذ قرارات لتوسيع نطاق الناتو وتقوية الناتو سنخرج للشوارع نحن إذا سنخرج للشوارع إذا يعني نحن نريد أن نتخلص من نظام القصر هنا السراي بمعنى القصور قصر الرجل الواحد هذا الشيء ويجب أن نميز يعني بين كليشتاروغلو وأردوغان كلاهما يعني من البرجوازية يعني ينوبان عن البرجوازية طبعا فعلاقاتهم مع الناتو مع رؤوس الأموال الغربية هذا واضح هذا على الرغم من ذلك نحن نقول نحن سندعمه كي نتخلص من هذا النظام الرئاسي اولا ونضالنا ضد الامبرياليه سيستمر بالنسبه للمرشح كمال كليتشدارا اوغلو هل يمكن الحفاظ على العلاقه الجيده مع الناتو والاوروبيين من دون التضحيه بمصالح تركيا الحيويه نتحدث بالنسبة لنا نعم وفقا لنظرنا الحرب الروسية الأوكرانية كما رأيناها مثلا يعني احتلال حماليات احتلال والغزو الأمريكي للعراق مثلا فالناتو أكبر منظمة حربية في إمبريالية في العالم فالناتو مثلا لا توجد أي قرار للناتو في صالح لا تكون قرارات الناتو في صالح تركيا وكل قرار يتطلع مشترك بين تركيا والناتو نحن نقف ضده بما فيه حتى إذا كان اتخاذ من قبل كليشتاروغلو أدعوك للبقاء معنا رئيس حزب العمل أرجومان أكدناز صحيح؟ أدعوك للبقاء معنا لنستكمل هذه الحلقة النقاشية معكم بطبيعة الحال ونغوص أكثر بالسياسة الخارجية أيضا فيما يتعلق ببرامجكم الانتخابية وعوامل استقطاب الناخب التركي نتحدث سيما عن الاقتصاد وورقة مهمة مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير من بعده نعود لمتابعة هذا النقاش تركيا بوسفور الانتخابات فلا تذهبوا بعيدا لو سمحتم من جديد أهلا بكم إلى تركيا بوسفور الانتخابات وهذا النقاش اليومي يسرنا ونرحب من جديد بضيفنا رئيس حزب العمل أرجومنت أكدناز أهلا بك من جديد سيد أرجومنت اسمح لي أن أستأنف النقاش من العوامل الداخلية التي تحكم اليوم الناخب التركي للتصويت إلى هذا التحالف أو هذا الحزب أو ذاك اليوم ما هي الأولويات بالنسبة لكم وما هي الأولويات بالنسبة للناخب التركي؟ بالنسبة للأولويات هذا طبعا الاقتصاد في مقدمة الأولويات الآن العملة التركية مقابل الدولار أصبح عبارة عن يعني القوة تذوب فعلا يعني فتتراجع والقوة الشرائية للمجتمع أصبحت تتراجع وساعات العمل ازدادت بالنسبة للعاملين ومقابل ذلك تدني في الأجور يعني أنتم مثلا في لبنان في بلادكم عانيتم أيضا من أمور مشابهة أمام البنوك الناس ازدحمت في العراق حدث نفس الشيء مثلا في إيران اليوم هناك ضربات في العاملين في مجال النفط مثلا في العالم أكمله طبعا في جميع دول العالم وخاصة بعد الجائحة وفي تركيا أيضا نفس الشيء ففي الماضي في الدول الرأسمالية في أمريكا مثلا يضعون المواد الخام في السفن ويبحرون بها إلى الهند والدول البعيدة سريلانكا وبنغلاديش والهند وهناك يد عاملة أطفال يشغلون الأطفال والنساء في ثلاث بأجور ثلاث دولارات في اليوم الآن لا داعي فالآن أصبحت تركيا حولت تركيا إلى بنغلاديش حولت تركيا إلى باكستان وتدني بسبب تدني أجور اليد العاملة في تركيا $5 في اليوم تصوروا وهناك يعني أصبح تمرد من قبل الشعب تجاه هذه المواقف والناس أصبح ينظر للأسواق الشعبية بسبب تدني القوى الشرائية طبعا هذه والمسار مستمر
فهناك يعني أردوغان والبصل اليابس، بصلة تنافس أردوغان حاليا، وأردوغان ينافس البصل. يعني تصور أردوغان سيخسر أمام البصل. سيد أرجومنت، يعني اسمح لي، الطرف المقابل، وأنت أشرت إلى الأزمة العالمية، سيما نحن نتحدث عن دول أوروبية متقدمة تشهد هذه التظاهرات الكبرى، وليست فقط دول مثل سوريا ولبنان والعراق وحتى تركيا كما ذكرت. تداعيات جائحة كورونا، الحرب الأوكرانية، وكذلك هي جزء أساسي من هذا العوامل الاقتصادية التي أدت إلى الركود والتضخم. هل يتحمل المسؤولية فقط الرئيس أردوغان؟ والرئيس أردوغان يقول اليوم، خاصة في الأسابيع الأخيرة، حقق إنجازات كبيرة، يعني قاد أول سيارات كهرباء، حاملة الطائرات، المحطة النووية في مرسين، الصناعات الدفاعية والعسكرية التي باتت تمتلكها الطائرات المسيرة برقدار. أليست هذه إنجازات؟ وأنتم في المعارضة، يعني كان في تحالف الشعب أو بتحالف الحرية والعمل، تقولون أن البصل هو من سينتصر على الغواصات، وكأن الاقتصاد هي العامل أو هو العامل الأساسي. يعني نحن لا نمارس المعارضة يعني قائمة على العنف، لا. يعني موضوع السيارات، هناك أصدر أنشأوا سيارة، صنعوا سيارة ويقولون صناعة محلية، لكن معظم القطع جاءت من الدول أخرى، ليست صناعة، هذه السيارة ليست صناعة محلية. في يعني تصور مثلا، يعني عامل لو عمل في كل طوال حياته لا يتمكن من شراء هذه السيارة مثلا. فمؤسسة الإحصاء في تركيا لديها تقارير، مثلا اليوم لديها تقارير هذه المؤسسة، أن الشريحة الغنية بنسبة 20% في تركيا، طبعا نسبتها 20%، تحصل على 48% من الاقتصاد في تركيا. تصور هناك هوة كبيرة يعني بين الظاهرتين. كما تفضلت، يعني الموضوع ليس فقط لا يتعلق في أردوغان لوحده طبعا، ونحن لا نعارض أردوغان لوحده، نحن نعارض الرأسمالية بأكملها كنهج. لكن في تركيا هناك الموقف مختلف، يعني أصبحنا ننزاح في تركيا نحو العالم الثالث، والفقر يزداد، لذلك نحن أؤكد على هذه الظاهرة. اسمح لنا أن نذهب إلى هذا التقرير مرة جديدة سيد أرجومنت. دائما من حولنا أصوات، أيضا يعني دائما الحملات الدعائية، كثافة هذه الحملات التي تدلل على حماوة المنافسة إن كان البرلمانية ورئاسية. سنذهب إلى هذا التقرير. ملايين اللاجئين يعيشون في تركيا، أتراك يرون أنهم يمارسون ضغطا داخليا على البلاد، فيما يرى آخرون أنهم يؤدون دورا في تحريك العجلة الاقتصادية بأسلوب أو بآخر. هناك اكتظاظ كبير، وما عدنا قادرين على التعامل مع هذه الظاهرة. نحن لسنا عنصريين، لكن مثلا في اسطنبول يعيش 16 مليون شخص، وهناك ملايين من اللاجئين فضلا عن السياح. أي مدينة في العالم تستطيع تحمل هذا العدد من السكان؟ والله أردوغان يفعل ما يجب فعله. هؤلاء لم يضرونا اقتصاديا، فالدول الغربية هي التي تقدم الدعم الغذائي والإغاثي إليهم. الأجانب أسهموا كثيرا في جلب الاستثمارات وتحريك العجلة الاقتصادية للبلاد. نحن غير قادرين على تحمل هذا الكم الكبير من الأجانب، ولسنا بلدا غنيا، ما زلنا في طور التقدم. مثلا مع مجيء السوريين ارتفعت كثيرا إيجارات المنازل. نحن لا نستطيع أن نغلق أبواب بلادنا في وجه من التجأوا إلينا، قيمنا لا تسمح بهذا. الأعداد الكبيرة من الأجانب موجودة بكثرة، وهناك كثير من الأتراك في بلاد الغربة يعيشون كأجانب، هذا أمر طبيعي ويجب التعامل معه. هل لديكم سيد أرجومنت خطة فيما يتعلق باللاجئين إذا ما بقوا داخل الأراضي التركية؟ إدخالهم بالعجلة الاقتصادية، وكثر من رجال الأعمال ورواد الصناعة في تركيا قالوا بأنهم دخلوا وقدموا الكثير للاقتصاد التركي.
سيما كيد عاملة نتحدث. هناك برنامج يعني أنا ألفته طبعا. هناك خمس مواد في نظامنا الداخلي وتقريرنا في الحزب. نحن سنفتح أبواب أوروبا لندع أوروبا هي تفكر بمصيرها. نحن سنفتح الأبواب أمام هؤلاء للذهاب إلى أوروبا. ولكن هل سيقبل الأوروبيون بذلك؟ مضطرون. الأوروبيون مضطرون. هذه ليست مشكلة تركيا لوحدها. هذه المشكلة ليست، لكن إذا بقت هذه المشكلة لتركيا فقط تكون أوروبا مرتاحة، تشعر بالارتياح. نحن نقول العكس، ونقول أيضا لابد من النقاش بتوفير ظروف السلام في سوريا لكي يتسنى لهؤلاء العودة، للراغبين في العودة. طبعا هناك مليوني من السوريين مثلا يعملون استغلال، يخضعون الاستغلال ويعملون بدون تأمينات اجتماعية ودون تأمينات صحية وما شابه ذلك، وبأجور متدنية. أنا قمت بإجراء دراسة شاملة، يعني عامل سوري يعمل في تركيا مثلا، يعني هو ضروري يحصل على، هو مضطر للحصول على موافقة من رب العمل، يعني أن يثبت جدارته، وكي يتسنى له أن يتسم بصفة العام عامل بمعنى. فهذه عبودية بمعنى. لا بد من القضاء على هذه الظاهرة فعلا. وأيضا لدينا مقترح حلول، أيضا من مقترحات الحلول، هناك أطفال سوريون، ملايين من السوريون من شريحة العمرية 12 سنة. هذا جيل مفقود نعتبره، بعيد عن الدراسة، بعيد عن المدرسة. فلا بد من الدراسة، يعني من إجراء النقاش لخلق بنية تحتية بإطار برنامج فاعل بين السوريين والأتراك. فنقطة خامسة أيضا، يعني يمكننا القول في إطار الحلول تنظيمات مشتركة، كنقابات مشتركة للمهندسين والعمال والمدرسين والمعلمين من الأتراك والسوريين، للبحث للدفاع عن حقوقهم المشتركة كتأمينات ضمان. إلى أي مدى وفقاً لزياراتكم، لحملاتكم التي تجولون فيها عدة مناطق وعدة ولايات تركية، تلاقون هذا الاستحسان وهذا الجذب للناخب التركي؟ بكل صراحة سيد أرجومنت، ونحن قبل فقط 9 أيام من الاستحقاق الانتخابي. بكل صراحة ومصداقية أقول، يعني طبعا عانينا من زلزال كبير ضرب منطقة 11 محافظة، أكثر من 50,000 لقوا حتفهم. طبعا أنا زرت المناطق هذه، مناطق المنكوبين، أكثر من 3 مرات. كثير من الناس فقدوا حياتهم، فقدوا بيوتهم، يعني ويلات كبيرة. الحكومة والحزب الحاكم، يعني تحديدا والرئيس أردوغان، بالتعاطي مع المتضررين من هذا الزلزال، لأنه في وجهتي نظر أستاذ أرجومنت. يعني أنا في اليوم 20 واليوم 30 أيضا، كل ما ذهبت ولم أرى الحكومة، لا مؤسسات المساعدات والإغاثة كلها طبعا أصبحت شكلية، يعني تخلو من الفاعلية. فيعني بالنسبة للحكومة، يعني فشلت في معالجة، في التعامل مع الزلازل، وستعاقب طبعا في الانتخابات في صناديق الاقتراع. هناك مأتم، هناك عزاء، يعني هناك حداد. لا يمكنك أن تشن حملات كما كان عليه الأمر في الماضي، يعني نشن حملاتنا الدعائية بصورة صامتة في تلك المناطق. يعني هناك حداد وهناك غضب سيحاسبون عليها، ونحن نأمل بتركيا منيرة بالمستقبل من أجل أطفالنا، ونسعى من أجل ذلك. أنا يمكن القول بالنسبة للشباب، سبقتني إلى هذه النقطة. يقال أن الشباب التركي هو بيضة القبان، نتحدث عن 5 ملايين صوت جديد، جيل زد ما يعرف، يعني الذي يواكب بهذا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ويتمتع بقدرات كبيرة. يقال إنه متململ من الوضع الذي وصل إليه.
ماذا أنتم قادرون على التقديم له وكيف تجذبونه؟ بالنسبة للشباب يعني هذه السلطة الحاكمة اليوم خلقت جيشا من العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات. تصور يعني أصحاب شهادات ملايين وعاطلين عن العمل، ولذلك هناك عقول هاجرت والشباب يتركون بلادهم ويلجؤون إلى تركيا إلى دول أخرى. يعني نحن نريد أن نعيد، نحن نتحدث عن الهجرات من الشرق ومن سوريا إلى تركيا، وهناك هجرات وهروب من تركيا إلى الدول الأخرى بالنسبة للشباب الأتراك. فإذا نحن هنا، فإذا فاز أردوغان مرة أخرى فعليهم أن يتحملوا أعباء ذلك، لكن نحن نسعى من أجل العكس. فالشاب يقول أنا لا أريد العيش في هكذا بلد من الآن فصاعدا، الشاب يريد العيش وسط حرية، الشباب يريدون الحرية، لأن الشباب يعني يعانون من الصدمات. يعني عليك أن تعيد الأمل في نفوس هؤلاء الشباب أولا، لكن النتيجة هم سيقررون، النتيجة هم سيحسمون هؤلاء الشباب. نعم، كم ستحصلون على عدد المقاعد؟ تشير إلى 80، بين 80 و 100 مقعد أستاذ أرجومانت. يعني بالنسبة لنا نعم هذا هو الرقم، يعني 100 بيكون نجاح باهر، 100 مقعد، لكن 80 بكل أريحية. يعني 80 أين هو الثقل الانتخابي بالنسبة لكم، في أي مناطق؟ اسطنبول طبعا، لا شك اسطنبول، لأن يعني أكثر نواب هنا من اسطنبول المرشحون، بالإضافة إلى اسطنبول، وخاصة لدينا في المناطق في المدن الصناعية، طبعا المناطق الصناعية مثلا، والحلف أيضا، تحالفنا أيضا لديه قوة كبيرة من حيث الكثافة من المدن التي تتكثف فيها شريحة الكردية الأصل. نعم، سأعطيك احتمالين أو احتمالان. تركيا مع أردوغان كيف ستكون بعد 14 من أيار مايو المقبل إذا ما اجتزنا الدور الأول بالانتخابات الرئاسية، وتركيا مع الرئيس كمال كليتشدار أوغلو، مستقبل تركيا؟ يعني هناك سيناريوهات، نحن نفكر كالآتي. يعني لا أعلم إذا لديكم توقعات بالنسبة لمحرم أنجي وكذلك سنان أوغان، يعني أيضا هما مرشحين، ولكن يقال فرص الفوز أو حظوظهما أقل من كمال كليتشدار أوغلو ورئيس أردوغان. نعم، مهما كانت الظروف، في الجولة الثانية سيكون هناك يعني اثنان فقط، مرشحان اثنان، يا اما كليتشدار أوغلو أو أردوغان، لا شك. فبالنسبة لأردوغان وحكومته، يعني إذا فاز أردوغان، أنا برأيي أو برأينا نحن بالنسبة للدستور والقوانين ستكون الأنظمة هنا فاشية أكثر. طبعا هذا ليست نهاية العالم وليست القيامة يعني كنهاية، لا نهاية تركيا مثلا، لا تركيا قوية. أنا حتى إذا فاز أردوغان أنا أتوقع أن تكون هناك انتخابات مبكرة، لكن في حال فوز كليتشدار أوغلو أيضا قد يكون هناك انتخابات مبكرة برلمانية ورئاسية. نعم كلاهما معا، نعم كلاهما. نعم، لماذا؟ نيتشنف، لأن البرلمان سيكون هناك اتزان 50-50 مثلا، ربما يتحول الأمر إلى أزمة، تثار أزمات من حيث الأغلبية. إذن علينا أن نحقق الأغلبية الكاسحة بمعنى. لا نريد أن تركيا تتخلى عن الديمقراطية، سنواصل نضالنا وجهودنا طبعا، يعني ليست مصيرية يعني بمعنى. نتمنى لكم شخصيا يعني وبالنسبة لحزبكم وتحالفكم كل التوفيق سيد أرجومانت أكدناز، ونتمنى بطبيعة الحال الاستقرار والأمن والمزيد من النجاح لكل الشعب التركي كذلك. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا الليلة في الحلقة النقاشية تركيا بوسفور الانتخابات. وبدوري أتقدم بالشكر لكم، أن أدعو الشعب اللبناني، أن يعرف الشعب اللبناني أن نضالنا سيستمر كما يستمر
في تركيا وفي العالم أيضا. نسعى لخلق جو للدنيا لعالم جيد بما فيه لبنان وتركيا. هذا بالنسبة لي لأنني لبنانية، ولكن أيضا هي فضائية شبكة الميادين تتوجه لكل مشاهدينا في العالم وعالمنا العربي يعني، وهذه تحية منك لهم. شكرا جزيلا لك سيد أرجومنت، الشكر الأكبر لكم مشاهدينا الأكارم على طيب المتابعة، في أمان الله.